انتبه. ليلى، ليلى، هذا أنا. هاي، أنا آتٍ. كيف حالك ليلى؟ لقد أصبحنا معا مجددا. أنا سعيدة برؤيتك. وجيال، هل اشتقت إلي؟ لقد أتينا عبر سفينتين إسبانيتين كانتا مليئتين بالكنوز. إن جرامونت هو قبطان ماهر بقدر مهارتي. القرصان الأسود، هذا ما كنت ستقوله؟ قل لي، لماذا لن تبحر مع الباقين موكو؟ بالنسبة إلي ستبقى تلك دائما سفينة القبطان الأسود. هل تذكرين ما كان عليه؟ كم كان يائسا عندما ظن أن سفينته قد غرقت؟ لم تنتهي الأمور بهذه الطريقة. لقد أنقذ السيد مورغان السفينة، لكن القرصان الأسود هو يائس الآن. بصراحة أنا لا أحب فكرة الصعود على متنها من دونه، لأنني أنا متأكدة من أنه هو وأونوري بخير موكو. حسناً، أنت لم تخطئي يوماً في تنبؤاتك، بالرغم من أن عليك أن تعترفي بصعوبة التصديق هذه المرة. يمكنني أن أقول لك التالي: يجب أن تصغي إلى قلبك. إذا أخبرك أنه ما زال حياً فهذا يعني أنها الحقيقة. إذا كان هذا ما يخبرني به فهو يهمس بصوت منخفض بالكاد أسمعه، وهذه هي الحقيقة. إذا صدقت أنه ما زال على قيد الحياة ثم اكتشفت العكس فهذا سيكون كأنني خسرته مرتين. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. هذه سفينته، إنها سفينة القبطان الجميلة. أهلا سفينة، الحمد لله. لقد احتفظت بزجاجة من الشراب المعتق وأيضاً بأفضل تبغ لأصدقائي. سيحبون ذلك. هذا صحيح. أهلاً بكم. سأذهب لأتكلم معهما، ابقيا جنب السفينة، من المحتمل جداً أن نبحر. أصدقائي، أنتم هنا؟ ترى ما الذي يجري هناك؟ عما يتحدث السيد مورغان مع القباطنة الآخرين؟ لقد وجدنا سفينة عندما كنا في طريقنا، بدت أنها كانت تحاول تفادينا، ولكن في الوقت نفسه كانت تبحث عن قاعدتنا. لم يعرف أحد ماذا سنفعل بها. سوف يحدث شيء هام جدا، شيء هام فعلا. يجب علي أن أعود إلى السفينة الآن. هل الأمر يتعلق بالقبطان؟ أجل، الأمر يتعلق به. لو كان على متن تلك السفينة لما كان خاض كل تلك المناورة، بل كان سيتوجه إلى الشاطئ، وهذا غريب جدا. لا بد من أن شيئا مهما يحصل. انظر إلى كل تلك التحركات. هاي هامون، انتظر. لما كل هذا العناء؟ يجب أن نعبئ سفينة جرامونت ولوراند. إن السفينتين ستبحران، سنلحق بالسفينة الغريبة. لقد جهزنا لمئات الهجمات، ولكن ليس بهذا الصمت على الإطلاق. يقولون إنها سفينة لا تحمل راية. ماذا؟ ويقولون أيضا إنها سفينة أطياف.
زميلي هو بحار جبان يؤمن بالخرافات القديمة. سترى من هو الجبان أيها الطير المبتور الساق. بحق عضياتي لشبونة سوف أقوم. سأعود إلى عملي. هذا سيد مورغان. أنا مسرور برؤيتكم جميعا معا. لكننا نفتقد إلى القبطان. سيد مورغان، أصحيح أننا سنذهب جميعنا لنطارد السفينة الحربية التي لا تحمل راية؟ أجل، هذا صحيح. غدا ستبحر السفن الثلاث معا. يجب أن نكتشف لما تتصرف تلك السفينة بغموض. أظن أنك سمعت ما الذي يقوله الرجال يا سيد مورغان. أصغي إلي جيدا. ماذا يمكن لسفينة مثلها أن تفعل لطاقم قوي جدا؟ صديقك العجوز كان ليخشى أن تكونوا أفرادا في سفينته. هل يمكن أن تسمح لي بأن أكون على هذه السفينة؟ وأنا أود أن أكون على متنها سيدي. حسنا، كما تريد أيها الفتى الصغير. أنت لا تحتاج إلى إذني. بفضل القبطان ستكون هذه السفينة كالمنزل. عندما تأخذونني إلى السفينة تستطيعون أن تعودوا. سأرسل إليكم قاربا. سمعت أن لدى الحانة الجديدة نبيذا. أنصح باروت ورام بأن يخففا من الشجارات. لا تقلق سيد مورغان، سأفتح عيني على هذا الصغير. وكلنا سنفتح عيوننا عليك. ما هذا الشراب؟ أجل، إنه لذيذ جدا. أتعلمون؟ يبدو أننا جميعنا قد مررنا بصعوبات خلال حياتنا ولم يعد القبطان معنا الآن. اشربوا معي نخب قبطاننا أينما كان. هيا لنشرب معا نخب القبطان. ما بكم يا أصدقاء؟ هيا بنا لنشرب نخب القبطان. نخب كارمو موكو فان ستيلر ومورغان. نخب ليلى جايان باروت روجر وأجي. هل وصلتهم الرسالة التي بعثنا بها إليهم إميليو؟ أنا واثق بأنهم تلقوها. لقد اخترت شخصيا أسرع سفينة وأكثر قبطانا لديه خبرة في الساحل الإيطالي ليبحث عنهم. عزيزتي، سوف نراهم جميعهم قريبا جدا. أيها الكسالى، هذه سفينة القرصان الأسود وليست قارب نفايات. هيا أنزلوها. بارو، أنا آسف، لقد أتعدت هذا سيد مورغان، لن يحدث ذلك مرة أخرى. لا تعتذر، أنت على حق. إن هذه السفينة ليست سفينة عادية، إنها سفينة القرصان الأسود. باروت، أرسل أحدا يتمتع بنظر جيد إلى هناك. حاضر سيدي. روجر، أين أنت؟ أين أنت؟ تبا لك أيها المزعج، تعال إلى هنا.
مباشرة نحو السرية الأساسية إلى عش الغراب، وعندما تصل إلى هناك أبق عينيك مفتوحتين. لفوا هذه الحبال بسرعة وكونوا يقظين. سوف أعاقبهم. اسمعوني جيدا، باروت لديه القدرة على أن يصبح واحدا من أهم الرجال الذين قطعوا الجانب الإسباني. أعترف بأنه يعرف هذه البحور والسفن التي تبحر فيها أيضا بقدر ما يعرف ريشة. سيد مورغان، أرجوك لا يمكن تصور هذا، يجب ألا يتحقق ذلك أبدا. لا أحتمل مجرد التفكير في أن ذلك المنقار سيلقي علينا الأوامر. ما كل هذا؟ أتعتقدون أنكم في عطلة؟ هزوا المشابك، أنا أخجل بكم أيها الأنذال. اشحذوا سيوفكم واستعدوا للصعود على متن السفينة لنبذل جهدا شاقا. هذا ممتاز جدا باروت، أنت تقود سفينة قوية. خذنا الآن إلى الموقع حيث رأيت سفينة الأعداء. إذا حلفنا الحظ فستكون السفينة ما زالت هناك. حاضر سيدي. خمس درجات إلى الجانب أيها الرجل، أبحر بثبات. حاضر أيها الببغاء، خمس درجات إلى الجانب. لم أعرف في حياتي سفينة أسرع من هذه السفينة. وقائدا ماهرا مثله أيضا. جميع الأغبياء والمتأخرين عقلياً. إذا كان روجر يريد أن يصبح مساعدي فيجب أن يتعلم الكلام. ماذا تظن أنه يحاول أن يقول لنا؟ يحاول أن يقول لنا هناك سفينة من دون راية سيد مورغان. لن يكون هذا سهلاً. من الممكن أن تكون شبيهة لهذه السفينة. هيا بنا يا رجال. هيا إلى محطات القتال. هيا استعدوا جيدا أيها الرجال، هيا بسرعة. استعدوا أيها الرجال، خذوا المدافع إلى الجهة المناسبة، هيا بسرعة. هيا استعدوا. رأيت هذه المناورة مرة واحدة في حياتي. لا أحد يستطيع فعل ذلك سوى القبطان. أنت محق، كنت في خدمته منذ سنوات وأنا أعرف كيف كان ليتصرف في هذا الموقف. لنرى الآن كيف هي قوة قبطانها، فنحن بالتأكيد لن نستسلم أولاً، لن نستسلم أبداً. إنها تبتعد. يا لحظنا السيء. سبقتنا على ما يبدو أيها الرجال. من الغريب جداً ألا تطلق تلك السفينة طلقة مدفع واحدة.
يجب أن نتحرك. من الأفضل أن نأخذ اتجاها أفضل. تفوقت عليهم مجدداً يا سيد مورغان، ولكن هذه السفينة تلعب معنا. كان من الممكن أن ترمي النار من 6 مدافع علينا. يجب أن أعرف ماذا يجري. لن أسامح نفسي أبداً إذا لم أرى قبطان تلك السفينة. يجب أن أهنئه على مهاراته البحرية. انظر أيها القبطان، لابد من أن هذا هو الببغاء والقرصان المشهور. باروت، تعال إلى هنا، أنزل قريبا على الفور. أهلا بكم جميعا. أهلا بكم على متن الرعد. قبطان مورغان، سيد كارمو، سيد فان ستيلر، ليلى، باروت، موكو، لقاؤكم هذا هو شرف كبير لي. بعد أن سمعت أشياء كثيرة عنكم أشعر بأني أعرفكم منذ أعوام عديدة، وأخيرا التقيتكم بلحمكم ودمكم. قبطان مورغان، أنا القبطان أنطوني. هذا شرف كبير لي قبطان. لقد التقيت رجلا واحدا خلال حياتي يمكنه تولي سفينته بقدر براعتك سيدي. أهنئك. هذا لطف منك قبطان مورغان، ولكن التهنئة هي من حق شخص آخر. أعني إيميليو ديرو كانيرا، لورد فانتيميليا، مع أنك تعرفه باسم آخر. أجل يا أصدقائي، إن القرصان الأسود هو من علمني هذه المهارة البحرية، وأنا ممتن له إلى الأبد. هذا يعني أنه على قيد الحياة. هل هو مع الدوقة قبطان؟ أجل، إنهما هو وزوجته الدوقة أونوري على قيد الحياة وبخير. إنهما يعيشان في قصر سيدي في فانتيميليا. كل المعلومات التي تريدون معرفتها وكل الشكوك التي لديكم ستجدونها في هاتين الرسالتين. الأولى هي لك يا سيد مورغان. في هذه الرسالة يسلمك سيد السفينة مكافأة لك على خدمتك المخلصة ومهارتك البحرية الممتازة. ويقول إن سفينته لن تكون سعيدة تحت قيادة رجل آخر. شكراً. وهذه الرسالة هي لكم جميعاً، إنها تحتوي على دعوة معينة. سيدي وسيدتي يتمنيان أن تنضمان إليهما في القصر في فانتيميليا لفترة طويلة جداً. لقد طلب مني أن أرافقكم شخصياً إلى هناك، وآمل أن تقبلوا الدعوة، فأنا لا أجرؤ على العودة بيدين فارغتين. السلام. إنه على قيد الحياة، إنه سعيد. أوه ليلى، إنه يريد رؤيتنا مجدداً، هذا رائع. هيا
أنتم توقفوا توقفوا عن هذه المهزلة بسرعة. قلت لكم توقفوا. لا تهدروا الوقت، أنزلوا الأشرعة، إن القرصان الأسود ينتظرنا. هيا.